سلام. اليوم في فيديو عندنا صراحة جدا غريب وما اعرف هي تعتبر نهاية او بداية، ماني حاب احرق عليكم، حخليكم مع المقطع وبعد كذا حنبدا نفصل كل جزئية تشوفوها. بس حاب اذكر قبل لا نبدا نشر اشتراك في القناة نشر المقطع اذا عجبكم، اللايك والديسلايك بيعبر عن رايكم في النهاية. خلونا نبدا. شفتوا الفيديو اكيد اغلبكم مو مستوعب ايش اللي قاعد يصير، خلونا بس نعطيكم ملخص سريع للشيء اللي قاعد يصير قدامكم او صار في الايام اللي راح. في البدايه المهمه اللي انتم شفتوها عباره عن مهمه موجوده في اكواد لعبه جي تي اي في، لكن ما هي موجوده في اللعبه زي ما صار زمان مع مهمه البيك فوت بعد كذا طلع. فاللي صار بكل بساطه فريق جور تيم متخصص بخلينا نقول الغاز اسرار لعبه جي تي اي زيه زي اي فريق ثاني، قدروا يسحبون الاكواد هذه ويطبقوها على شكل لعبه ويوفروها لكل اللاعبين انهم يقدروا يستخدموا المودات ويلعبون اللعبه، او خلينا نقول الاضافه او المهمه الغريبه السريه هذه بحيث انه يكون متاح لكم. طبعا اللي صار بعد كذا قدروا ينزلوها في الاونلاين في سيرفرات خاصه فيهم على البي سي، وقدروا في نفس الوقت ينزلوها على السنجل بلاير، هذا على اساس تكون واضحه الصوره. نجي للشيء المهم الان، اخر التطورات اللي صارت في اللغز بكل بساطه الشيء اللي انتم شفتوه اليوم عباره عن جزء خلينا نقول من المهمه اللي صارت. عشان توصل الفكره بشكل ابسط، في عندنا فريقين من جوروتي، في فريق بيسوي اللي هي 600 مهمه على اساس يشوفوا المهمه بشكلها الكامل والمفترض انه يعني يشوفوها بالشكل اللي روك ستار تبغانا نشوفها. في الناحيه الثانيه عندنا فريق قاعد يدور في اكواد اللعبه وبيسحب برضه بيانات واشياء ثانيه على اساس يكملوا فيها المهمه وتطلع برضه بشكلها الكامل. فبكل بساطه الفريقين هدفهم واحد انه يبغوا يشوفوا المهمه كامله، والى الان احنا ما شفنا المهمه الكامله. طيب احمد ايش الفيديو هذا اللي انت وريتنا اياه اليوم؟ هذا الفيديو بكل بساطه خلينا نبدا فيه حبه حبه عشان تفهموا ايش اللي صار. بكل بساطه بنلاحظ في الفيديو انه في البدايه بتجيك مهمه على اساس انك تروح تاخذ سبلايز معين من منطقه معينه، تتجه ناحيه المنطقه هذه زي ما تعودنا في نفس المهمه الخاصة خاصة بالمركبة الفضائية. بس اللي يصير انه فجأة الطيارة حقتك او الهليكوبتر اللي معاك تنقطع فيها الكهرباء او بيصير لها مشكلة الكترونية وتطيح، وهذا واضح انه قطع للاتصالات وممنوع احد، يعني زي مثلث برمودا مثلا او زي نهاية الماب في لعبة جي تي للبعض حسبها لغة. فاللي يصير بعد كذا انه حتنزل حتتجه حتلاحظ انه في عندنا مقطعين، المقطع الصغير لشخصية ثانية بس معاه برضه في نفس السيرف. اللي صار انه لما تيجي عند المكان بتحصل الجنود او بتحصل الدكاترة وبعد كذا فجأة بيطيحوا ويغمى عليهم، وبعد كذا بتخش انت بتشيل البيضه بيطلعون لك المخلوقات الفضائيه باصوات جدا غريبه، الموسيقى جدا رهيبه، طبعا هذا كله شغل روكستار، لكن هذه ما هي المهمه طبعا كامله. اللي صار بعد كذا انه المخلوقات الفضائيه ما سووا لك اي شيء واختفوا وانتهت المهمه تقريبا على كذا، لانه بعد كذا بتاخذ البيضه وبتوصلها بنكا. انا عارف اسئله كثير ذحين تجي في البال، هل هو هذا الشيء اللي احنا قاعدين ننتظره لنا فتره طويله والفائده من المركبه الفضائيه؟ هذا اللي انا حجاوبكم عليه. بكل بساطه كل شيء شفناه اليوم عباره عن اشياء اضافيه قدروا يسحبوها برضه من اكواد اللعبه. عشان اوضح لكم الفكره أبسط، نفرض انه انت اغلبكم تقريبا لعب مثلا لعبه خلينا نقول اضافه الهايست، فيها سيت اب وفيها اشياء معينه بتسويها الى ما توصل للعبه النهائيه او للهايست النهائي. فكل اللي صار بكل بساطه احنا اللي قاعدين نشوفه جزء خلينا نقول من القصه او جزء من السبلاي اللي صاروا كل شوي بيسحبوا انيميشن او حركه معينه بتصير في لعبه جي تي اي وفي الاضافه هذه بالتحديد. فالمره اللي فاتت ما كانوا الفضائيين بيتكلموا باللغه اللي شفناها اليوم او بالاصوات الغريبه اللي شفناها اليوم، كانوا بيتكلموا بلغه بشريه عاديه وبيهرب، لكن هذه المرة كان الانيميشن جدا مختلف. اللي ابغى اوصله انه حتى فريق جورو تيم قالوا احنا قاعدين شغالين بنسحب لسه في البيانات وما هي مهمه كامله، لكن كثير من الشباب يعني او خلينا نقول المهمه بشكل عام واضح انه ما راح نستفيد منها ذاك الشيء الكبير، يعني بكل بساطه ما راح تفيدنا من ناحيه لغز التشيليات او خلينا نقول المورال اللي موجود في التشيليات اللي هي الرسمه الغريبه، ما راح توضح معانا بسبب هذه المهمه. لكن حاب اذكركم بشيء ذكرونا فيه برضو فريق جورو تيم وهنيهم على التذكير. فاكرين مهمه البيج فوت؟ في البدايه طلعت لنا واحده من الالعاب الجديده في الادفرسوري مود اللي هو سلاشر ضد البيتس، واللي لاحظناه انه بكل بساطه انت بتكون شخص معين
بتدور على الذيب او ثعلب معين، او حتى كانت في لعبه جي تي اف في طور الاونلاين بشكل عام واحد بيتحول الى مستذب، وهذا كان اول ظهور لشخصيه المستذب في لعبه جي تي اي في وكان في الاونلاين. فالنظريه بكل بساطه حق جورو تيم، او خلينا نقول توقعاتهم اللي هم قالوها، انه بكل بساطه زي ما صار مع هذا الموضوع اللي بعده فتره كذا بسيطه طلعت لنا قصه البيك فوت ضد البيتس، او خلينا نقول الرجل المستذب. طبعا نزلناها في القناه ونزلنا طريقتها بشكل كامل. فنظريتهم بكل بساطه زي ما صار موضوع الرجل المستذب اول شيء في الاونلاين، بعد كده طلع لنا في طور القصه، فيتوقع بشكل كبير نفس السيناريو حيصير مع المركبه الفضائيه، بحيث انه في البدايه حنشوفها في طور الاونلاين وبعد فتره حنشوفها في طور القصه. كل اللي بس يتمنوه من الناس مساله وقت، لانه روكستار تعرف ومتيقنه 200% انه مستحيل، وهذا اصلا حتكون خيبه امل لكل اللاعبين لما تتكلم عن لغز كبير زي تشيليان وتكون نهايته بالطريقه هذه، انه تروح مركبه فضائيه يطلوا فيك الفضائيين يمشوا تاخذ البيضه توديها انتهى الموضوع. فبكل بساطه كل اللي قاعدين يتمنوه انه نتحلى بالصبر، ننتظر، لسه شغالين على الموضوع هذا. وحتى قالوا ما في ولا واحد من اللاعبين وصل 600 تجميعه او بيعه سبلايز او تجميعه سبلايز، فاشتغلوا على موضوع السبلايز يا يعني مجتمع لاعبين جي تي اي، وفي نفس الوقت هم حيشتغلوا انهم يسحبوا اكواد اكثر اساس يطلعون القصه الكامله واللي لسه هم شغالين عليها. في النهايه هل تتوقع انه هذا من جد السيناريو اللي حيصير معانا زي ما صار اول مع البيك فود والرجل المستذب حيصير معانا مع المركبه الفضائيه، وانه من جد اقتربنا بشكل كبير، خاصه انه فريق اورو تيم قالوا احنا ترى حاطين اكواد لعبه جي تي اي تحت المجهر، اي تغير حيصير حنكون معاكم اول باول، وبرضه انا حكون معاهم كمان اول باول عشان اعطيكم كل شيء اول باول. هذا اللي كان عندي في هذا المقطع، اتمنى انه عجبكم واتمنى تساعدونا في النشر واللايك. انا عارف هذا الاسبوع كان دسم للعبه جي تي اي في، لكن هذه تعتبر من اللحظات اللي صراحه مستحيل تتفوت، خاصه لما تكون انت ورا الموضوع هذا من 2013. كان معكم احمد برو من قناه فيديو جيم فور عرب. سلام.